وسهلا. أهلا وسهلا بكل امرأة. لو ما في امرأة في رجل. ونحن هيك متضيعة من زمان. بنت. لو ما في بنت انجي. لو ما في مريم اجا المسيح. بس إنسان عدو ما يجهل. ما بعرف ليش هيك بعدنا بهالجهل. بس رح أقرأ ولد صغير هاي. لا تفكروا انه ما في ولاد اذكياء. عنا باي معنا هلا هون باستديو رفيق الله يحميه ويحمي لاولاده. عنده ولد هيك ما كان يصدقه، بس هلا البي لبيك بيصدقه. بيقول له في عالم ناس، جيب لي هيدا تلسكوب وفرجيك في ناس غير هون موجودين يا اخو، عم بيجوا من غير كواكب. رح اقرا لكم اياهم واسميهم مهمه ومن عالم كثير مهم الا بامه العرب. ديت تيزافوس كوترو على المدرسه. اسمعوا له، هيدا ولد صغير بحب يعرف شو يعني امرأة بالمدرسة. ست سنين قاعدين يعلموه هيك. شوفوا الحوار بينه وبين بيه وبين جده. بس هو ولد ما بده هاللغة. دغري أنا بعثت له إياها، قلت له ما تترجمه، الترجمة رجمة. اللغة اللي بتحكوها عربي ولا فرنسي ولا إنجليزي، أي لغة تكون بسيطة، مش ترجمة قواميس. أنا بلعب باللعبة. سأل هالطفل بيو، قال له شو هي يعني الامرأة وومن؟ هيك بالانجليزي وومن، مان ويذ ا ووم، رجال مع رحم، عنده أمومة وهي عندها أبوة. قال له بيو، أنت شوف كل هالميزات، كل هالمواصفات اللي وضعها الله فيها، في عندها شي 200 جزء بجسمها بيتحرك، وهالميتين جزء يلي بجسمها عم بيتحرك مش موجودين إلا بالمرأة، وما فيها تعملون بس بإيديا. قال له يعني بي بإيديا بتحرك؟ قال له بس تحرك إيديا حركت كل جسمها وكل هالطاقة اللي فيها. وهيك الله الألوهية بتقلبنا بإيدي أمومة. الألوهية كلمات أنثى، طاقة صعود. تعجب الطفل، إيدتين بهال. قال له إيه هالإيدتين هني أقرب لالله من غير شي. شلوش هالإيدتين شفيتوا فيتوا فيتوا وفيتوا على القلب. مش هيدا يلي بتشوفوا من برا، في واحد قلب قاعد جوا. هيداك هيداك يعني ما بيموت. هيداك هيداك هيك مثل يسوع، يعني كلمة تخليه يفهم إنه حقيقة ما في موت، ما يخاف. بس يكون ماشي جتي او هيدا ميد منندب ومنضب احتفال راي على البيت. هي بتداوي نفسها عندما تكون مريضة، وهي بيكون ابنها هيك مريض بتحط ايدها عليه وايدها طرية كتير. راح بيس ايد امه وسأله ناعمة ورقيقة. قال له هالقد ناعمة وهالقد قوية. شفت ناعمة مثل الورقة من الشجرة، قديشة قوية فوق وبعدين ناعمة وبتوقع يا جدو وبتطير وبياخدها الريح وبيحطها بالنهار وبتبروم وهيك، بتروح تقعد تحت صخر بتنام بالأرض وبياكلها الأرض هالورقة. وهيك الأم كرمال أولادها بتعيش وكل الوقت بتعطيهم حياتها وتتحمل وكل شيء. فيها تفكر يا جدو ماما، يعني فيها تفكر هيك. قال له مش بس بتفكر، بتقنعك باللي بتفكر فيه هيك. عندها شيء بس تقلك بتحسه حقيقة. وقت بتحط تمها عليك بتعرف انه عندك حرارة، مش مثلي انا بتحط لك ميزين. بس هي حطه بحضني، حطه بحضني، حطه هون. بيلعب مع بيو كل النهار، بس عشية بفوت بيندحش بأمه هيك، بفوت فيها. ما هو تعود، قعد ملايين وملايين السنين فيها، بيعرفها، بيعرف وجه هيداك، هيداك اللي شافه. أوريجينال فيس، مش فيسبوك فيسلوك. لمس الطفل خدود أمه واستغرب. قال له بس ليش خدودها هيك كأن فيهم وديح مش مثلي؟ قال له لأنه وقت بتكون وحدة
بتبكي، بتبكي على هالعالم، بتبكي على الأطفال، بتبكي على هالدمار، بصير هالدموع هيك الحالة عم تبكي، هالدمعة بتوقف هون بتاكل شوي، بتوقف هون بتاكل شوي، بتشرب الدمعة، بتشرب منهم، بتاكل شوية لحم منهم، بتشرب منهم، بتحط شوية قدح هون بتعمل هيك. قال له أنا بشوفها أوقات عم تبكي وأنا ما بقعد بتطلع فيها لما هي عم تبكي. قال له إيه؟ هي بتبكي تتعبر عن حزنها اللي عم بصير، عندها قلق وعندها حب وعندها معاناة، هي اللي عم بصير بهالعالم يا جدو، خليها تحس ليش عم بصير هيك، ليش عم نعمل هيك. نعم صار هالطفل عم بحس شيء انه انا مني جسد صغير، عم بحس شيء بحسه كمان مثلها، مثلها هي. بدي اقول له اياه لجدي، بدي ارفع صوتي واقول شيء عجيب، يعني انت يا تيتا يا ماما عجيب شكلك وطاقتك وحبك لنا وهيك. الرجال كلها بتندهش من هالطاقة عند هالمرأة، يمكنها أن تتعامل مع المشاكل وبتحمل الأعباء الثقيلة، بتبتسم حتى لو كانت عم بتصرخ، بتبتسم حتى هي وعم بتولد يعني، وبتغني حتى لو هي وعم تبكي، بتبكي حتى لما بتكون بقمة السعادة، وبتضحك حتى هي وعم بتخاف، بتدافع عن كل شيء بتآمن فيه، وبتوقف بمواجهة الظلم، ما بتقول كلمة لا إلا إذا كانت بخدمة النعم، نعم نعم بخدمة النعم، ولا لا بخدمة النعم، لأنه النعم كلها نعمة من الله، نحن حولناها لنقمة، وهي عم بتجرب تشيلن هالنقطتين. حبها غير مشروط، تراها تبكي في انتصار أولادها أو في حزن يصيب أحد من حولها، تؤمن إنه القبلة والعناق نغمر يمكن أن تشفي كل قلب منكسر، تمشي على الطريف يا تغمر وتحب وتبوس الحجر والشجر والطير والناس وكلهم بتبوسون. دائما بتوقع بغلطة، غلطة وحدة. قال له شو هي؟ قال له ما بتعرف قيمة نفسها ولا تعرف كم هي ثمينة ونادرة. يا الله كل هالكلمات وكل هالمعرفة لازم تعرفون كل امرأة كم أنت عظيمة، لازم يعرف كل رجال وقت بتموت مرته بصير يتيم أمه، بصير يتيم وقت بتموت أمه. بس مرته واحد ماتت مرته قاعد عم يبكي، قالوا له بعدك شاب منيح يعني طول بالك جمعة جمعتين شهر. قال له بعرف بس الليلة شو بدي أعمل، ما في الليلة. كلنا عنا هالطاقة بتاني جسد رجل وامرأة، وقت ما رح حامل الرجال بيقول وي ار بريجننت حاملين، بس كبرنا انه هيدا مغرور ابن فرفور ذنبه مغفور، انت مرة علي بالبيت نبرة كانت تضيف هيك الرجال ياخذوا ضيف مرته جيبيهم انت خليك بالمطبخ. اليوم صارت المرأة والرجال بيروحوا بيشتغلوا كل شيء بدها اياه، بس ما بدنا مساواة، ما في مساومات، هي مساومة. المرأة مرأة والرجل رجل، ما في إصبعين مثل بعضهم، بس كلنا من هالإيد وهالإيد من هالجسد وهالجسد من هالسجود. فإذا اليوم بدنا نعرف إنه ما بنعرف شيء قد ما عرفنا هالأم يلي بلاها أنت ما جيت، بس هي كمان ما تتمسك فيك يا رزقتي يا آخرتي أنت تحملي ذنب انه يا سند الابد انت، لا هي امراه وانت رجل، يعني هو ابنك بالدنيا يعني بكرمك يروح لعندك وهيك، بس مش انت كل الوقت تحملي ذنب انه لازم يهتم بامه وما اهتميت فيها منيح، يحمل ذنبي الله لو قدرت. هي الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا عنده عرق وعنده اخلاق، بس هالأم منا دارسة بالمدرسة، لازم تكون دارسة بالحياة، هيدي مدرسة الحياة. انت وحامل يعني 9 أشهر مثل ما فات بيطلع هو لحاله ما بده حدا، أمي كانت تخلف تحت الزيتونة بعدين بالحجر يربطوا ويجوا على البيت، تخلصي 40 بخير 40 بخير، كثير مهمة 40
ومن الشبه 40. نرجع إلى علم أبدان وأديان، علم ورثة الأنبياء، لأنه النبي ما عنده علم، عنده وحي. العلم عند علي باب ومدينة. فإذا علم أبدان وأديان ما موجود إلا بهالإنسان؟ لا، بس هالمحطات المنحطة كلها ما بدها تحط الحقيقة. أخطر امرأة بالأم العربية هالمرة، هالقد أنتوا ضعاف تقولوا هالكلمة؟ نورتي مصر هي حقيقة، رمز حقيقي، بس مش أنا، الأمهات الصالحات. نعم، امرأة وحدة بتنور العالم، جابت موسى، جابت عيسى، جابت إبراهيم، محمد، علي، بودا، كريشنا، لاوتسو. لاوتسو ما حكي، بس الحضرة معه كانت مميزة. بعدين قال لهم، أعطى إشارة بده يطلع حتى يعطي جسمه للنسر، ياكلوا النسر على راس الجبل. هو ميري في دركة، قال له هلا أنا تحت سلطة القانون، اللي بده يطلع لفوق أنا بدي أأمره. تكرم جيب لي قلم وورقة، وكتب كتاب واحد لاوتسو، اسمه لاوتسو. قال ما فيكم الواحد بيجي مثلا، شو منقول بتضيع عنا؟ ما حك جلدك غير ضفرك. كان في واحد بلا أجرين، سلامة قلبنا كلنا قوي كتير، إني يقول لي حكي لي أجري. المعلم قال له وين؟ يأشر لي، أنت حكي بقول لك وين؟ هاي منا موجودة، بلش أنا هون. Go like this، تيري في مساحة بين هاي وهاي. Yes, this one. Yes, here. حك. Like this. حك له هاي. ورا هاي في هاي. لا إله إلا الألوهية. ياهو. بس هو شايفها، أنا مش شايفتها. قلت له ميتشو كيف بقدر شوفهم هون؟ أعطاني الكتاب، قعدت أقرأ. من 40 سنة خفت كتير، بعدين من كم شهر قيت هالكتاب، بعده عندي بالبيت، مع أني أعطيت كتب كلها تقريباً وهيك. رجعت فتحته، ميتشو كاتب هيدا الكتاب لازم تبلعيه وتعيشيه. كتيب صغير محطوط على الموقع، عربي انجليزي. كيف تقدر تقوي الاحلام وتحول الحلم الى رؤيه؟ كيف شق القمر انت مش اقل، ولكن بدي يكون عندك هالطاقه يلي منا سلبيه ابدا، ايجابيه. بدي اعمل سلام بالعالم، بس ما بدي غير شيء. Let there be peace on earth and let it begin with me. خلي يكون في سلام بالعالم ويبلش فيي. كون انت التغيير اللي بتحب تشوفه بهذا المصير. انا one seed turns the whole earth green، بذره وحده بتخضر العالم. كل واحد منا بيقدر يكون بهالطاقه، بس بدي شر او خير، انتبه. الامام علي قال لو رقبتي طول رقبه الزرافه بقى قبل ما احكيها. فإجن اللي بيشوفوا ديجا فيو ديجا فيكو، بيشوف قبل ما توقع الجريمة، وبيشوف قبل ما تفكر فيها. بيقول فلان عم بيفكر، روح بيلقط. كلنا عنا هالطاقة. هلا بتشوفوا بهالطفل هو وأمه، الأم عم بتربيه. أنا ما بحب أكل، ما بحب اكل، امها ما بحبها كمان. قالت له تعا، شو اللي ما بتحبها؟ قالت له جيبه، جابته. يلا هي ما بتحطه، وهي حط، هي حط، هي عملتهم قالب جاتو، دوق. قال لها هيك طيبين؟ قالت له شفت، هيدا وحده؟ لا، شو بدي اكل طحين انا؟ هي لحالها بدك منط. لا، قالت له هيك كمان،
هيدا هالشجرة مع هالشجرة مع هالشجرة مع هاي هالفويكة مع هالفويكة مع هالفويكة. وهيك الناس هيدا ما بحبه صاحبه. أنا بحب أطلع الجنة وحدي بلا هاي. أنت وحدك ميت، أنت معه حي. قلت لي شفت بس خلطناهم وحطينا إيدينا فيهم جبلنا هيك يلا جبل 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 جبل، هذا هو الجبل يحبنا ونحبه. ومين شهداء أحد يعني مثلنا؟ قلت له ضربوا صلبوا نهبوا اغتصابوا خذوني عند أخوتي شهداء أحد، جبل يحبنا ونحبه. كل شيء فيه طاعة من الله، بس الروح، الروح وحدة الألوهية حطها بالإنسان حتى تقدر تحكي معه. منه فوق وهون، أينما توليتم الأول كنت فتش وين في الله، هين وين ما في الله. تتذكروا الأبونا اللي جاي جديد على الضيعة سأل وين هالكنيسة؟ أم ولد صغير ودلو، قال له أنك دليتني على الكنيسة بكرة بدي أحكي عن الله والمحبة وهيك، تعال احضر. قال له ما عرف وين الكنيسة بتعرف عن تحكي عن الله، بس الكنيسة ما بتعرفها وين. مهضومين الأولاد عندهم هالعفوية. نعم هكذا يستخدم الله معنا هذا عمل صالح، هالخلطة بين الإنسان هيدا وهيدا وهيدا كلهم مع بعضهم. إن الأشياء المجتمعة معا وبدقة هي التي تعطي النتائج الجيدة في النهاية. حتى تنضج هالكعكة بدها وقت وبدها نار وبدها هاي وبدها كلهم وزيت، ومثل هل بتحطها هالخلطة وحدهم مش طيبين. هلأ في منطقة بأمريكا كلكم فيكم تعيشوا فيها بالأمازون، راح تعلم ابنه أخذ شهادة وهيك. قال له طيب هلأ تعلمت خذ هالمصاري وروح تعلم هالشهادة. إجا قال له ما بدي المصريات وما بدي أتعلم، كبه. تاني مرة عطاه مصاري وإجا كبه، قال له لا في مصاري ولا شيء، روح اشتغل. راح اشتغل أخذ المصريات، إجا تيكبون البي لقطوا على إيده. قال له أنا تعبت بهالمصريات جاي تكبون. وقال له أنا غلطت، علمتك وعطيتك مصاري وعطيتك مصاري وعطيتك مصاري، لازم تشتغلي ولازم بعرق جبينك تاكل ولازم تعرف قيمة التعب وتعرف قيمة الحب. هيك الأرمن واليهود. عمري 9 سنين بشتغل مع أمي، بعطيني 25 قرش بالجمعة، ربع ليرة. خيي بيشتغل مع بيي كمان بيعطي شوي أكثر صبي، وكنا ربع ليرة 25 قرش نشتري فيها فلافل، بس في أحلى منها ب35 قرش. نرجع نجمع أول 25 تاني 25 صاروا 50 قرش، وناكل الفلافل حد مدرسة الإنجليز اللي فيها 3 فلافل اكسترا هاي. ونرجع مين اللي معه 25 كلنا نحطهم مع بعضنا، وكم واحد صرنا نجيب ونطعمي اللي ما معه. بالفطرة هيك كان عنا اياه. فاذا نرجع البي اللي بيقول انت لازم تروح تشتغل. الآن أستطيع أن أورثك مطمئنا لأنك أصبحت تعرف قيمة المال. قال له بالأول أعطيتك أعطيتك، هلأ صرت تعرف قيمة المال، صار فيني ورثك. إذا ما عرفت قيمة المال عم نكب هالمال وهدر هالمال، وين عم بيروح؟ ليش في فقر؟ وقت اللي راح ملك عربي وشاف شو في فقر عنده بكي ووعدهم بالخير، بس بعد بالوعد يا كمون كانوا يروحوا شخصيا خلفاء، غطي حاله وظهرهم كله أزرق قد ما يحمل معه كيس طحين كيس قمح. قالت له أولادي ناموا من الجوع، بس في جارتي بعد أن أولادها عم بيبكوا من الجوع أعطيها إياهم. ما كانت تعرف أنه هي الخليفة. نعم في مرة قاعدة عم تحكي مع جوزة تتشوفوا كيف عنا عادات ما بنعرف ليش. قالت له جبت سماك وانا وجارتي وبدي اقليهم، طشت لها راسها طشت لها دنبها وقعدت اقليتها وتسيرنا كلنا
وهي كمان عم تحكي عن حماتها. أنا ما حكيت عن أمك أبداً، أنا سبيت أمي. أمك منيحة كتير، ما في لسان الحما عنا بلبنان يعني. المهم ألا سألتيها شي مرة ليش بتقطعي لها راسها للسمكة وبتقطعي لها دنبة؟ قالت له لا انطرمي راحي. قالت له ما بعرف، أنا أمي كانت تعمل هيك وحماتي كانت تعمل هيك من زمان. كانت المقلية هالقد، ما كان في مقلية كبيرة، هلا صار في مقلية كبيرة بتحطي سمكة هالقد. كلنا خير عادة أن لا تعتاد على عادة، ما بدي أتعود على شيء، بدي أفهم. ما بنسأل. أمي كانت تقول له للأبونا اللحمات إلك والعظام إلنا إنه يضربنا. والمعلمة 50 مرة بدي أكتب أنا أحب المعلمة على 50 سطر. أنا هلا ما فيني أكتب على سطر، مش لأني بكره المعلمة أو شيء، ما في حدا يحط لي قانون لازم تكتبي هون. بقعد بلا سطر وبكتب وبحط ستيكرز وبكره بدي أتعلم أرسم من هالحلوين اللي بيفهموا اللي هن بيرسموا. بيقولوا لي تيتا أنت جيبي الأوراق ونحن بنرسم. طبعا لا تحطوا الأقلام الرسم وكل شيء، ما تستعملوا الأنف أبدا للأولاد معافين بالاجر بالايد بالتم معقوله كل شيء، بس دائما يكون تتنفسوا. لقوا طريقه، اللي بحب يرسم ما عنده ايدين ما عنده اجرين بضل يلاقي طريقه بتمه. يعني شايفين اليوم في كثير خوارق معجزات مهمه كثير عند هالناس يلي فقدوا اجرين ولا شكوا بالمي انشلوا او اي شيء ثاني. دائما في اكثر طاقه هلا موجوده سمحنا سنجاب بعيناه. يمكن من اهم علماء العالم اليوم انا، بس بقلبك انا ما بنسى ابتسامتك وما بنسى يعني لحوي هون بلبنان يا حبيبي. انا نعم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. في واحد نجار بيشتغل عند رجال ميسور وقال له إنه بدي روح، خلص إجا وقتي بدي روح عند أهلي أنا ومرتي وليلي كان عايش. قال له فين أطلب منك هالطلب بعد دخيلك قبل ما تروح؟ تبني لي بيت هون هيك يعني يكون أوضتين ودار ومطبخ وديوانية، يعني هيك بيت يكون هيك قديتك يعني. فنفترض انا بدي فلو جايني بدي ابني له بيت، هلا من عرفني بدي روح بقى بده يضل يتحكم فيي. بني هالبيت خلص، تفضل هي المفتاح. قال له تفضل هيدا المفتاح البيت لإلك. لو عرفته لإلي كنت عملته غير شكل. ما اجى البيت بيع البيت الرجال الزوج وجيب ورقة لمرته، إذا عملتوا أي عمل فاتقنه اقراها. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحط إياها على المطبخ، أخذتها هي وحطتها بأوضة النوم. ما فيكم لايون هو الحريم، شاطرين تعرف كيف بدها تدق لك إياها. يا حبيب قلبي هالقصة حلوة كتير، منحب نكررها ونعيدها، وخصوصي منكم أبدا كلنا منحبكم ومنقول لإلكم كل يوم وكل لحظة. كنت بدي أعمل نهار خصوصي له، قال لا دايدا من خصوصي كل يوم، نحن كل يوم كل يوم أنتو. قال في رجال دق على الباب، قال له جوزك هون؟ قالت له لا، بس يجي قولي لنا. تفضلوا فوتوا. راحوا ثلاث رجال هن. قالت له في ثلاث رجال اجوا دقوا الباب هون وما فاتوا. قال انت بدك تروح تحكيهم؟ قال له روح اساليهم من هن. قال له انا المحبه وهيدا الفرح وهيدا الغنى الكرم. قال له دخيلك على بالنا بالمحبه يعني؟ قال ما هيدا المال الثروه خليه يجي المال. قالت له بنته يعني هذه انه اذا اجى المال يعني
قال لها بفوت واحد يعني اذا بتطلبوا واحد بفوت. قال لها ايه بنجيب الميل وبعدين بصير معنا مصاري هيك وبجيب لك سياره وبجيب لك هيك وبجيب لك. قالت الام بناخذ النجاح انه ننجح هيك. قال لها بدنا الميل وبس، اسمعوا مني انا البي. بعد بنته صارت تبكي. قال لها شو بدك؟ قالت له مد المحبه او الرحمه شو ما بدك المحبه. طيب روحي كرميلها اكسر بخطرها يعني قولي له خليه يجي. قالت له لان المحبه انه جوزي بالبيت ناطرك واهلا وسهلا فيك فيك تجي. وقفت المحبه تيجي وقف. بس انا طلبت واحد. قال لها اذا طلبت المحبه بيلحقها النجاح، بيلحقها المال، بيلحقها الشهره والبهره، بيلحقها كله فرح سعاده. فاتت المحبة على البيت. Love is the only way. المحبة هي الطريق وهي وقت اللي بتقول كل من يشاء. حلوة كتير كلمة يشاء، ما فيني إلكم. وهون نتقابل فين يا حبيبتي؟ عم بيقول لها للي بحبها عند عزرائيل يا روح أمك لبدته. وهون مبروك. قال له مبروك. قال له ليك ابني دخل بكلية الطب، يعني دخل بكلية الطب. فات هو والسيارة. وهي آخر وحدة. عندما يصطدم وينقسم ويتقاتل أبناء الشعب الواحد مع بعضهم البعض يصبح العدو هو المستفيد الوحيد.